أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الدلو اليوم الأربعاء 9 مارس/أذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا دلو، انت في أحسن حالاتك لليوم ده في الشغل حتى، وهتكون جاهز بشكل كبير جدا انك تجيب النهاردة إجاباتك بشكل مناسب جدا من غير أي خطأات أو أغلاط فيها ولا في قراراتك. اليوم انت مستعد للحل السليم دايما، وانك تحل كل مشاكلك بسلاسة أكتر. بيتفاهى في تعليق الناس النهاردة، في عدد كبير جدا من أصدقائك بيستفاد منك استفادة كبيرة جدا لنصايحك. بحذرك من انك ما تصبحش منعزل زيادة عن اللزوم، او حتى انك تبقى بعيد عن محيطك بشكل كبير. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، لو كنت مرتاح هيكون الارتياح سيد موقفك للوقت ده، خاصة في علاقتك بشريكك لليوم ده، فخليك مستمتع بالارتياح ده، هيكون كويس جدا وقياسي جدا ليك واللي كنت انت بتمر بيه مع العلاقات اللي قبل كده. بالنسبة لتوقعاتك المهنية، مفيش عجب لو انت نجحت في انك تتخلص من كل الديون اللي بتكون عليك، وانك بتحدث تغيير هيكون كبير جدا في اوضاعك المهنية للوقت ده، وهتتحمل الايام اللي جاية بنجاح كبير جدا ليك، فخليك مستعد علشان تنال التقدير اللي انت بتستحقه. بالنسبة لك صحيا النهاردة، ما تفسحش اي نوع من انواع المجالات في امام انعكاساتك اللي ممكن تمر بيها. لو كانت سلبية ممكن تأثر على صحتك بشكل كبير، حاول انك تتخلص منها بانك ترفع عن نفسك اكتر وتسلي نفسك اكتر بحاجات ممكن تكون بتفرحك. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، لو حبيت انك تبذل كتير من الطاقة النهاردة في شغلك، ده هيخلق قدامك غيرة كبيرة وشك كبير، خليك حذر منه. هتكون بتدع كل الاشخاص حواليك يتواصلوا معاك علشان يخلصوا الشغل اللي مفروض تخلصه. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى، مواليد 21 يناير ل 31 يناير، هيكون اليوم ده ممتاز بشكل كبير للدراسات للي بيدرسوا في الوقت ده، وكل الأشخاص اللي بيتنافسوا على مكان حابين إنهم يوصلوا ليه النهاردة، أو حتى بيخضعوا لامتحانات في اليوم ده. ولو لم تكن أي من الأمور دي بتهمك، هتتاح ليك فرصة كبيرة جدا للاسترخاء في جو هادي جدا ومتألق جدا ومريح جدا نفسيا. هتكون في تبادلات حلوة وفكرية مع كل الأشخاص اللي حواليك، وهتكون بناءة جدا. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 1 فبراير ل 10 فبراير، هيكون اليوم ده ممتاز بشكل كبير لو حبيت انك تخرج وتستمتع بنفسك اكتر، او حتى تحتفل، او حتى انك ترقص، او حتى تقيم علاقات فترة كانت الفترة اللي فاتت. هتكون منتظم اكتر علشان تحقق اقصى استفادة ممكنة في الفترة دي، واللي هتكون مليئة جدا بالمواجهات والتجارب المسلية بالنسبة ليك، وحتى العمل الجماعي في يومك ده المشاركة اساسه، ومش هيدوم اي حاجة بشكل كبير في الوقت ده، لكن كل حاجة هتكون مسلية بالنسبة ليك، علشان كده بنصحك انك تستمتع بيها على اكمل وجه. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة، مواليد 11 فبراير ل 18 فبراير، هيكون الضوء النهاردة على الحب بشكل كبير، وعليك الحب والسرور. هيكون أشخاص كتير جدا بيدخلوا في حالة كبيرة من الحب، هيشعروا بالعطفة في جو كبير من الحميمية النهاردة، هيكون متصاعد جدا، وحتى الأشخاص اللي بيكونوا عازبين النهاردة هيكون عندهم فرصة كبيرة لأنهم يبقوا النهاردة على النحو ده بشكل كتير. ومع كده مفيش حاجة ممكن إنها تضمن اللقاءات الممتعة اللي ممكن تكون بتمر بيها اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الجوزاء، وده هيخلينا بنصير اهتمامنا اكتر بالعالم من حولنا، ورغبتنا في اننا نتصل ونتواصل اكتر مع كل الاشخاص اللي حوالينا. بيدخل عطارد النهاردة برج الحوت، وده بيوصلنا لعبور في العلامة حتى يوم 27 مارس، وخلال الفترة دي هتكون فيها عمليات كبيرة جدا للتفكير عندنا، هتكون فيها بصيرة وبديهة اكتر وخيال، وهنكون منسجمين جدا ومشجعين بشكل خاص للمشاعر اليوم، واللي هتلوننا بأفكارنا وأسلوبنا وتواصلنا. هتكون فيها فترة لو حبينا إننا ناخد قرارات بشكل حدسي أكتر. ما تتمتعش بإنك تثبت الحاجات أو توضع العلامات عليها بشكل كبير، أو حتى إنك تحددها بدقة أثناء إنك بتنتقل. هنكون بندرك إن الحياة مش دايما بتكون منطقية، وهنفضل إننا نفكر بالأبيض والأسود بشكل كويس، وهنكون حساسين وقابلين للتأثر بشكل أكتر من المعتاد، وده يعني إننا ممكن إننا نستبعد أكتر من المعتاد أي أفكار ممكن تكون بتتدرج لينا.
وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.